السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا كريم غزال وهكلمكم النهاردة عن كاميرا أوليمبس AM5 مارك 2. الكاميرا زي ما احنا شايفين هي كاميرا ميرورلس، معاها عدسة 14-150. العدسة دي شاملة، يعني ممكن توصل لأبعد زوم وفي نفس الوقت تصور بزاوية واسعة. نشغلها هون. الكاميرا معاها عدسة 14-150 زي ما قلنا، تقدر تعمل زوم لأبعد حاجة، يعني مثلا زي احنا شايفين الجامع اللي هناك ده احنا ممكن نعمل عليه زوم. بالشكل ده نعمل فوكس ماشي، بعدين نصور. زرار بلاي، شوف الصورة. ممكن طبعا عن طريق الشاشة، شاشة لمس، ممكن نشوف اللي احنا صورناه. طبعا ممكن تصور عن طريق الفيو فايندر ده، لو اتكيت على الزرار F3 ده F3 يشغل لك الفيو فايندر زي ما احنا شايفين كده. F3 مرة تانية شغل الشاشة. يعني احيانا بصور والشاشة مقفولة، يعني بقوم قافل الشاشة كده خالص فالفيو فايندر فوق يشتغل زي ما احنا شايفين كده، اصور منه عادي محتاجش الشاشة خالص. الشاشة علشان مثلا اشوف الصور اللي انا صورتها. الشاشة طبعا متحركة في جميع الاتجاهات. طيب نرجع بالزوم. في ايه تاني غير الزوم؟ في ممكن تحدد لو انت عايز تعمل تصور بالشاشة عادي، تك على زرار اوف ده، تك تكتين. لو انت عايز تصور باللمس تك تكتين على الزرار ده، تكة كده تكة كمان، تقدر تصور باللمس زي احنا شايفين كده. نلغي اللمس. طيب انا دلوقتي على وضع تصوير ايه، ولا تصوير ايه، ولا تصوير ايه بيتحكم فتحة العدسة. لما اغير من هنا تلاقي معايا الاف بتتغير كده، في 8 اف 7 ده فتحة العدسة ايه. تمام، لو انا بدلتها من فوق من هنا ده دي اوضاع التصوير، بدلها مثلا على اس، وده تصوير اس اللي هو سرعة الغالق. لما هبدل ايه اللي هيتغير معايا؟ هيتبدل معايا المية، شايفين 100-125 100-125 زي ما شايفين، 200. وفي عندنا نفس الدايل ده، نفس الدايل ده في واحد تاني قدام ده بيغير معايا الإضاءة. شوف ممكن أغمق، ممكن ازود حسب الجو اللي انا بصور فيه. طيب لو جبنا وضع الام اللي هو المانوال، تصوير مانوال، كل حاجة تحكم مانوال. في زر قدام ده بيغير ايه معايا؟ بيغير سرعة الغالق. والزر الامامي ده بيغير فتحة العدسة زي ما شايفين، اف هي اللي بتتغير. وطبعا في وضع اوتو اللي هو اي اوتو، ده الكاميرا هي اللي بتتحكم بكل شيء. طيب نرجع لوضع الاي اللي هو فتحة العدسة الابريتشر. عاوزين نغير
الايزو. نغير الايزو ازاي؟ في عندنا هنا زر، ده ليه استخدامات متعددة. لما بخليه على 2 بقدر اتحكم في الايزو، غير الايزو زي ما انا عايز، طبعا 200 افضل حاجة. والزر اللي قدام بيغير لي الوايت بالانس، تمام. لو انا عايز اغير الالوان بيغير معايا الالوان. خليه اوضه، نرجع تاني نخليه على 1، ماشي. طيب بالنسبة ل المانوال فوكس، دلوقتي هي بتصور اوتو فوكس، احنا عايزينه مانوال. في عندنا زر هنا ده بيخليه مانوال، شايفين على طول الام ظهرت، ام اف مانوال فوكس. تك عليه مرة تانية يرجع للايه، اي اف اللي هي اوتو فوكس، تمام. طيب في حاجة تانية مع المانوال فوكس، خاصة لو عدسة مثلا مانوال، لو فيه عدسة مانوال وانت عايز تتحكم في الفوكس، عايز تظبط الفوكس يدويا كده، شايفين انا بظبط الفوكس يدويا. ايه اللي يساعدني ان انا اظبط الفوكس يدويا؟ في طريقتين، في عندي زرار F2 بيعمل زوم، ده بيعمل زوم في مربع اخضر او ممكن احركه في اي مكان، بتك على زرار F2 مرة تانية بيكبر لي الشاشة. بعدين بظبط الفوكس بتاعي زي ما انا عايز يدويا، وارجع تاني واصور، تمام. في خطوة تانية، ممكن حاجة اسمها الفوكس بيكينج. الفوكس بيكينج في زرار قدام عند العدسة هنا، تضغط عليه يعمل لك الفوكس بيكينج. الفوكس بيكينج اللي هي الخطوط الحمراء، خطوط الحمراء بتاعة الفوكس، في خطوط حمراء بتظهر على الشاشة تساعدك في الفوكس، تمام. طيب نرجع مرة تانية للأوتو فوكس، تمام. كده الكاميرا بتعمل أوتو فوكس بنفسها. ممكن اختار نقاط الفوكس بالأسهم، ماشي، واعمل فوكس زي ما انا عايز. بعد كده في عندنا الواي فاي، عندنا الواي فاي هنا علشان تربط بتختار برايفت كونكشن، علشان تربط التك اوكي، علشان تربط الكاميرا بالموبايل عشان تنقل الصور، وعلشان بيطلع لك دي عادي فيها كلمة السر بتستخدمها علشان تنقل الصور، او عشان تتحكم بالريموت، يعني التليفون بيتحول لريموت. عشان نطلع منها نتك مينيو، تمام كده احنا ايه خلصنا، طلعنا من الواي فاي. ممكن طبعا تلغي ايقونه الواي فاي دي من جوه من القايمه، يعني اتكيت على القايمه هتلاقي عندك خيارات كتير ممكن تختار الغاء الواي فاي. طيب القايمه اللي على الشاشه دي ازاي اتحكم فيها؟ لو اتكينا اوكي هنلاقي عندنا كل الحاجات اللي احنا عايزين نغيرها، نوع الفوكس، وعندنا سنجل فوكس، انت لو عايز تغير تخليه كونتينيوس، يعني تركيز مستمر، او يدوي، في كذا نوع من التركيز، ماشي. طيب عندنا ايه تاني؟ ممكن في مانع الاهتزاز اللي هو SIS، ممكن تختار الرو، ممكن تختار جودة الصور تخليها رو او تخليها جي بيج، في كذا جودة للصور. في برضو عندنا مقاس الصورة، عايزها 4x3 ولا عايزها مقاس تاني، 16x9، 3x2، 1x1، ده الشكل بتاع الانستجرام، تمام. طيب نيجي للفيديو، الفيديو برضو من هنا بختار وضع الفيديو، ده وضع الفيديو. في وضع الفيديو ممكن تختار برضو مانوال فوكس، هنخليه سنجل فوكس.
طيب بصور عادي بالزرار اللي هنا، الزرار الاحمر ده بيبدأ التسجيل. طيب لو انا عاوز اعمل زوم وانا بصور زوم بضغطة واحدة، في زي ما قلنا F2 بيعمل زوم عشان تظبط الفوكس، وبيعمل زوم برضو في تصوير الفيديو. انا تأكدتك واحدة كده هيجيب لك يعمل لك زوم على الشاشة وانت بتصور، يعني الفيديو هيطلع فيه الزوم ده. تمام، لو رجعنا كده ممكن تختار مكان تاني وتعمل زوم كده وانت بتصور فيديو عادي. لو رجعنا لو وقفنا التسجيل ندخل على الفيديو نشوفه، تك اوكي بلاي. هنشوف دلوقتي هو بيعمل زوم. طبعا لو عاوزين نمسح حاجة بنتك على زرار المسح، بلاش الفيديو نمسح حاجة تانية، نمسح ده تكة واحدة بيقوم مسح، مش محتاج تأكيد، فلازم تكون في حذر، يعني اذا اتكيت عليه تكة واحدة بيمسح على طول. ممكن تلغي الخاصية دي، ممكن يمسح على خطوتين، لكن انا مخليه خطوة واحدة. زي ما قلنا التحكم في الحاجات اللي على الشاشة الاختيارات من زر اوكي، يجيب لك كل الاختيارات تقدر تغير زي ما انت عايز. ده منع الاهتزاز، وده اللي هو اشكال الوان الصور لو انت عايز الوان مختلفة، وايت بالانس تركيز، دي جودة الفيديو ممكن تختار جودة الفيديو. طيب كده تمام، وان شاء الله تكون وصلت الفكرة ويكون واضح الشرح، ونشوفكم في فيديو تاني ان شاء الله. شكرا لكم.